وزير المالية وجه انتقادات حادة للأحزاب السياسية بما فيها حركة النهضة اللي عبرت عن أملها في العدول على الزيادات في معالم النقل وطالب جميع الأطراف بتحمل مسؤوليتها. أول حاجة أنا نستغرب أنه حزب في الحكم أنت أشرت له يطالب بهذا، لأنه هو من جهة هو في الحكومة معناتها الميزانية هذه ميزانيته، ومن جهة صوت عليها في المجلس التأسيسي يعني النواب بتاعه صوتوا عليها. اي لا لا اي ما خليني نقول لك انا ما هو هذا اللي نقولوه، ما يلزمناش نتيحوا في الشعبويه السهله، اللي مسؤول يلزم يقعد مسؤول جوسكو بو، مش يجي وقت اللي ثم نوع من الضغط يولي يتراجع ولا يولي يقول خاطيني ويجبد في روحه. والحاجه الاخرى الاحزاب الاخرى ان شاء الله نشوفوهم في الحكم، وعلى كل حال فما شكون جربناه كي كان في الحكم واللي وقت اللي يلزم يكون مسؤول صحح حوايج اللي احنا حتى لتو نعانيو فيها. اللي تو نعانيو فيها التفعيل نتاع ال 4000 مليار الكلفه نتاع الاجور اللي صالت 90% تصحح في 2011.